ميرسي ميرسي. المعلم زايد حاسس ان القضية لابسة ومفيش فايدة. وبعدين في الراجل الحمار ده ايه؟ مش قادر استحمل؟ جايبين له محامي من اكبر المحامين في البلد وبنصرف عليه في السجن زي ما يكون نازل في الكندا درجة أولى. المعلم سيد بيهدد. بإيه؟ قال إن سعادتك لازم تتصرف وإلا هيكون ليه تصرف تاني. وقال كمان مسمعول هيتلف حبل المشناه حوالين رقبته هو لوحده. ده جزات اللي اعتمد في شغله على راجل حمار زي ده. ثروت تحت عمرك. قلت لي القاضي ده اسمه ايه؟ المستشار كمال مش عارف ايه بالظبط. انا عاوز في 24 ساعة اعرف كل حاجة عن سي كمال ده. مفهوم؟ امرك يا توفيق بيه. ايه ده بقى يا شباب؟ ايه حبيبتي؟ احنا مش اتفقنا ان مفيش شغل يوم الجمعة؟ بس دقيقة واحدة اخلص الورقتين اللي في ايدي. لا 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 مرفوض. اولا الجمعة ده بتاعي انا. ثانيا الجمعة ده اجازة رسمية وممنوع شغل فيها. ثالثا بقى انت نسيت ان انا مدية ميعاد لعلاء؟ لا مش ناسي. بس شوفي بقى لما تبقي انت مسؤولة عن حياة انسان. لا خلاص يا بابي حفظت الاسطوانة دي كلها. طيب يا حبيبتي اشرب بقى فنجان قهوه من ايديك الحلوين دول على ما اجلم. ايه رايك؟ اخر كلام يا بابا؟ اخر كلام يا جميل. خلاص حاضر. يلا. بس انا مش لما الاقي شقه الاول ولا انت خلاص يعني زهقت مني ومش طايقني خالص؟ ها وفعلا انا مش طايق خالص. انت رغايه من عرض كيف. على المحلات شوية. شراء ولا فرجة كده؟ يعني من دعالات. طيب احنا نوصل وسط البلد انت من سكة وانا من سكة. ماشي يا فا. هو علاء هيقابلك فين؟ هيروح على باب السينما الساعة 3 وحصله على باب السينما. كويس. وبعد ما تخلصي السينما هستناكي في جروبي عشان نبقى نروح سوا. ماشي يا فا. وليه عندي قلب سجاير؟ سلام سلام.
يسريه؟ في حاجه يا مدام؟ ايوه بشبه عليك، انت مش برضه يسريه؟ ايوه. هتقلك تعرفيني؟ والله كبرت يسريه يا خاليه، الف رحمه ونور على مامتك. لك من اعز احبابك، تعالي بحضن المبوس، ده انت من ريحه الغاليه. خش انت كمان بسرعة. علاء تذكرة باسم علاء. ثانية يا استاذ، في طابور لو سمحت. كون لو تسمح، ولا اقول لك خليهم في طيلوش ان شاء الله معانا حد عوش. ده كلام ده. اسف معلش، ثانية واحدة. شكرا. ايوه صرت، واحنا عايزين ايه احلى من كده؟ اتصرف انت وانا جاي حالا. كمال بيه. ايوه. واضح ان سعادتك مش فاكرني. مش واخد بالي. يا راجل ده احنا كنا زملاء مع بعض في العباسية الثانوية. يا سلام على ايام التلمذة وايام الشقاوة. اذا نسيتك ذاكرتك قوية جدا. انا اول ما لمحت سعادتك قلت لازم اجي اسلم على سعادتك واقعد معاك. اهلا وسهلا. قلت لي سيادتك اسمك ايه؟ وانا اللي كنت فاكر هتفتكرني على طول. عبد العظيم. عبد العظيم ابو المعاطي. ايه لسه مش فاكرني؟ لا مش واخد بالي. يا سلام على الدنيا، شوف ازاي بيتفرق بين الاصدقاء. يلا عمر بيفوت. جرسون تشرب ايه؟ لا اتفضل سيادتك دي اتفضل. لو سمحت قهوة سادة على نار هادية. اهلا اهلا كمال بيه. اهلا وسهلا. اديها بخة. متشكر قوي على القهوة. استاذن انا بقى عشان مشغول شوية. اتفضل. سلام عليكم. سلام. يا استاذ حضرتك نسيت ال لا مؤاخذة. في الواقع دي هدية بسيطة كنت جايبها لواحد صديق عزيز عليا قوي، لكن حسب ان انا شفت سعادتك الاول فيا ريت تقبلها مني. اعتقد ان الهديه تروح لصاحبها احسن. اصله مش اعز من سعادتك، ارجوك تقبلها يا كمال بيه. بمناسبه ايه بس؟ المناسبه موجوده، بمناسبه اننا تقابلنا بعد السنين الطويله دي كلها. لا الاسلم ان الهديه تروح لصاحبها. كمال بيه ممكن نتكلم بصراحه؟ اتفضل. احنا بقى لا كنا زملاء مع بعض في المدرسه ولا حاجه. وانا عارف كده من الاول. بس انا اعرف سعادتك كويس قوي يا سياده المستشار. مش فاهم. عارف اللفه اللي قدامك دي فيها ايه؟ معرفش. 50,000 جنيه ورق من ابو مياد، يعني قد مرتبك من يوم ما اتعينت لحد ما هتطلع على المعاش. كم؟ 50,000 جنيه، ومستعد اجيب لك زيهم كمان بكره بعد الحكم. حكم ايه؟ مش فاهم. الحكم بتاع قضية سيد دعبس بكرة. ده راجل عجوز وغلبان ومش وش بهدلة. يا سلام يا كمال بيه لو ياخد براءة.
يس يا ابن الكلب. عيب عيب كده كمان ليه؟ انت ما انتش اي من هنا الا ما جيت لك البوليس. بلاش الحركات دي لما يكون لكش عمر معايا. على العموم احنا تقابلنا اصحاب ونفترق اصحاب، والهديه برضو بكره هتوصلك مع الامانه اللي عندي. الانسه يسريه يسريه. ليه يا ساعة البيت؟ ايه اللي حصل؟ يا استاذ في البتاع بقى له ربع ساعه. بعد اذنك اتفضل. الو انا علي، دي بضاعه عامله تعملها فيا اسريه منطوع قدام باب السينما بقالي 3 ساعات، ده غير التذكرتين اللي انا غرمتهم. ايه؟ ايه اللي حصل؟ مسافة السكة وجاي لك حالك. اللي انت بتقوله ده يا عم يسرية اتخطفت يا علاء. معقولة؟ هو ده اللي حصل. ازاي؟ هي محفظة ولا عربية بتتسرق؟ دي بني ادمة. ازاي ده حصل؟ حصل. وحضرتك عملت ايه؟ صرفت ازاي؟ كلمت البوليس؟ ارجوك يا ابني بهدوء عشان اعرف افكر. طب واللي خطفوها دول عاوزين منك ايه؟ عاوزين كام؟ كل ما املك يا علاء يا ابني. خلاص اديهم اللي يطلبوه، كل اللي هم عاوزينه، اديهم اي حاجه، كل حاجه. انت مش فاهمني يا علاء، القضيه مش قضيه فلوس يا ابني. امال قضيه ايه؟ ما هو لازم افهم. افهمك عندي قضيه بكره مطلوب مني ان انا احكم فيها بالبراءة علشان مسرية ترجع. خلاص خلاص احكم لهم بالبراءة. بتقول ايه يا واد؟ انا بحكم بالقانون. قانون ايه يا عمي؟ انا بكلمك عن يسرية بنتك. كلمة ممكن تنجحها وكلمة ممكن تضيعها. لا يا ابني لا. لا معنى كده ان الحياة تبقى غابة والكنيه ياكل الصغير. الشعارات دي ما بقتش تنفع. احكم له بالبراءه، هيطلع وهيرجع ينقبض عليه تاني. لكن يسريه لو راحت مش هترجع. والعداله والامانه والشرف المهنه، كل ده انتهى. ما بقاش لا في امانه ولا عداله ولا حتى قانون. ممكن اعرف حضرتك هتعمل ايه؟ بكره Thank you.
شيريه، ازيك دلوقتي؟ لو سمحت من فضلك انا كنت عايزه اعرف انتوا عايزين مني ايه؟ ولا حاجه ابدا، كل خير. انت مش فاتح التلفزيون ليه؟ ده الليله في حته فيلم نوي هيعجبك قوي. انا عايزه اعرف انتوا جايبيني هنا ليه؟ ولا حاجه حبيبتي ولا حاجه. عايزينك تقعدي معانا يومين ثلاثه وترجعي لبابي بالسلامه. المهم دلوقتي يلا كلي. انا مش عايزه اكل. خلاص بلاش على كيفك. الله، حلوه قوي 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 السلسله دي. ممكن تديها لي؟ لا ارجوك، السلسله دي بتاعت ماما. عشان خاطر انت اللي هتديها لي بايدك والا. طمني يا استاذ ثروت، الهي طمن قلبك. بقول لك اطمن، القاضي بقى لعبه في ايدينا. يعني خد المعلومة؟ انت غالي عندنا قوي، ومعلومك غالي قوي قوي قوي. يعني بلع ولا لا؟ بقول لك اطمن، وحط في بطنك بطيخه صيفي. براءه يعني براءه. محكمة! نادي على القضية الأولى. سيد عبد العزيز بشرفته سيد الأمن. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم السيد عبد العزيز وشهرته سيد دعبس بالأشغال الشاقة المؤبدة مع الشغل والنفاس. نادي على القضية الثانية. اللي انت عملته ده يا سيادة المستشار؟ انا عملت ما يمليه علي ضميري. انت قتلت يسرية بنتك. ممكن يجرى اليسرية؟ احيانا يا ابني الانسان بيضطر يضحي باغلى شيء في حياته. الاقي يا ابني
المبادئ والقيم تبقى أغلى من حياة الإنسان. يلا. على فين؟ أنا اديت القانون حقه، ودلوقتي جه دور القانون يديني حقي. جنسه ايه القاضي ده؟ اكيد مش بني ادم. انا كنت فاهم ان العمليه هتخلص في المحكمه وخلاص. على كل حال انا مجهز الرجاله وقلت اجيلك الاول. ايوه ثروت، بس انا ايوه سعت بيه. لا عرفت. ايوه لا اطمن سعادتك على الاخر، ما تحملش هم ابدا، انا عامل حسابي وهتصرف. اطمن، تحت امرك يا سعاده بيه. ايوه مع السلامه يا فندم. ثروت اتصرف. بس الدعبس مش هيضيع لوحده. كتير جدا لدرجه ان كبار المسؤولين لسه متصلين بيا دلوقتي حالا، السيد وزير الداخليه والسيد وزير العدل. العصابه دي لازم تقبضوا عليها، وبنت سياده المستشار لازم ترجع له سليمه وباقصى سرعه. لو سمحت يا سياده المستشار، سيادتك ليه ما سبتش القضيه او حولتها على دايره تانيه؟ ليه اصريت على نظر القضيه على الرغم من خطف بنتك؟ يسرية انخطفت قبل الجلسة ب24 ساعة، وواجبي كان يحتم عليا اني لازم اواجه الموقف، واللي حصل لي ده ممكن كان يحصل لاي قاضي اخر. يا فندم كان ممكن سيادتك اجلت الحكم في القضية دي شوية عشان احنا كمان يبقى عندنا وقت ونتصرف. يا ست اللواء، انا اصدرت حكم عادل حسب القانون، ودلوقتي بطلب يسرية بنتي حسب القانون ايضا. يا كمال بيه اهدى، وتاكد اننا هنعمل كل اللي في وسعنا. يهدى ازاي بس يا فندم وبنته مخطوفه وانتوا بتتكلموا عن القانون؟ ولا حد فيكم عمل حاجه، ولا حد فيكم اتحرك. علاء خطيب يسرية يا بنتي. انا اسف جدا. الراجل اللي حاول يرشي سيادتك اللي اسمه عبد العظيم ابو المعاطي، سيادتك تعرفه؟ انا أول مرة أشوفه في حياتي، وأكيد ما هواش ده اسمه الحقيقي. على كل حال إحنا هنستصدر أمر قضائي بمراقبة تليفونك، جايز اتصلوا بيك ده بعد إذن سيادتك. اتفضل. سيد دعبس أول ما صدر عليه الحكم كان بيزعق ويهدد واحد اسمه ثروت. ثروت؟ ثروت إيه؟ معرفش، كل اللي أنا فاكره كان بيقول له حوريك يا ثروت. لا حوريكم يا ثروت، ده اللي كان بيقوله لي. معنى كده يا فندم ان وراه ناس كتير، وده واضح كويس قوي من حجم الرشوه اللي اتقدمت وعمليه التخطيط للخطف. بس المهم يطلع مين ثروت ده؟ اعتقد اللي ممكن يدلكم على ثروت ده المتهم سيد دابس. Thank you.
معلم سيد دعبس. تعال. السلام يا معلم. الله يسلمك. عرفت بقى ان كلمة المعلم الكبير زي حد السيف واشد كمان. ربنا يخليه لنا ويعلي مرادبه. وخليك يا حبيبي اركب. تقول ايه؟ ايه؟ هو حصل ايه بالظبط؟ ازاي؟ اتعمل كمين لعربية السجن يا فندم بواسطة عربية نقل مسروقة، وحصل اعتراض وهجوم مسلح، وتم خطف السجين سيد دعبس. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده نص البلاغ اللي جالنا فيه. والكلام ده عندنا هنا في مصر؟ اسمع يا معتز، انا عايزك تجيب لي كل الناس اللي على صلة بالاسم دعبس ده حالا. انت وانا اتنين سوا طيرين.
الو، ايوه خالد، جهزت؟ ايوه جهزت. قابلك كمان ساعة. اوكي باي. انا سبت الشارع بقالي فترة، يعني عشان تقول عليا اكس خيرتي. عايز السحنة اللي قدامك؟ انت عايز السحنة دي؟ حسن، عايز الطحينة؟ لا لا لا. كمل يا بيسو. الموضوع بتاع ده حصل قبل كده. جالنا عيال مخرجين من بره كانوا عايزين يعملوا الفيلم ده. بس الضرب طناش. ليه يا بيسو؟ ابدا، كانوا عايزين يعملوه بأوغندا، يعني هيت ان ران. جاتهم تايمين من واخد بالك؟ اطمن يا اخي بيسو، احنا عندنا منتج متحمس جدا وعايز يعمل الموضوع ده. عزيز درويش تعرفه؟ اسمع عنه. اه احنا لسه جايين من عنده. بص والعقد اهو. هو صحيح ابوك متجوز ليلى مراد؟ هو صحيح ابوك متجوز ليلى مراد؟ ايوه يعني انت ابنها. بقول ايه يا كابتن بيسو، ما تخلينا في موضوعنا احسن. بص بقى يا كباتن، العقد اللي معاكوا ده ما تقولوش لحد ابدا. العدل عشان متخبر بالموضوع ده مش هيعتقوكم. مين؟ العدل عشان متخبر بالموضوع ده مش هيعتقوكم. شكلكم كده ابن ناس وسافرتوا بره. احنا هنا بقى في الداون تاون. تاف بيزنس. ستريس اون فاير. واخد بالك؟ حسن. شوف يا اخي بيسو، احنا عايزينك معانا في الفيلم. اعمل ايه؟ هتساعدنا. ازاي؟ بقول لك يا بيسو، انت تقدر تجمع لنا العيال دي امتى؟ اجمع ايه؟ انت فاكرهم كتاكيت؟ دي عايز سرحه في الشارع. بقول لك طب بيزنس،
ما تقول حاجه بقى علي. معلش يا بيس، اصل خالد يعني ساعات ما بيقدرش يعبر عن افكاره بوضوح. هو يقصد يقول لك ايه انسب وقت ممكن اشوف فيه المجموعه، مش كده يا خالد؟ طب ايدك على 100 جنيه بتوع ايه؟ اوديكوا الحفله بتاعتهم. اتفضل. تشيرز. تشيرز. انا رايح الحمام. مش هعمل كده تاني يا رب. ايه؟ تعبان؟ تعبان؟ الو، ازيك يا ماما؟ معلش، اصل اتلخمت اليومين اللي فاتوا. انا اسف. كل سنه وانت طيب. انا عند جماعه اصحابي. كان كويس قوي. وانت عملت ايه؟ خرجتي؟ اخبار كويسه. يعني لسه مشروع فيلم، هنشوف ايه اللي ممكن نعمله. طيب اوكي. باي. قلتلهاش انك انت مضيت العقد ليه؟ وانت لازم تكئبها كل ما تكلمها. انت بتعمل ايه؟ شايفني بعمل ايه؟ هنام. مش عارف ازاي هجيلك نوم بعد الفشل اللي حصل لنا النهارده. انت جايب البرود ده منين؟ خلاص. Now this picture is very interesting in our class, so you better look at it properly. Now see this part up there, that's what we want you to concentrate on. And the other one there, also they're all very important. So please concentrate.
ايوه يا فندم. مين اللي بيتكلم؟ انا حسن. عملت ايه في الملخص؟ ما انا عشان كده بكلم حضرتك. انا محتاج وقت اكتر عشان اعرف العيال، فلو ممكن تديني اسبوعين كمان. بيني وبينك الخراتيب بتوعك دول انا مش مطمن لهم خالص. اوعى تكون لسه بتفكر تخليهم يمثلوا. انا هديك اسبوع كمان. اوكي. سلام. مع السلامة. انا مش فاشل ولا شخصيتي مهزوزة. انا بحبك يا زينب. المجتمع هو اللي ضربني بومبا. الجحيم هم الاخرون يا زينب. على فكرة قولي لابوك وامك ان انا بدور على شغل ومحدش معبرني خالص. مفيش حد معبرني غيرك يا زينب. انت عارفة زينب، انا اول ما بكلمك، اول ما بسمع صوتك في التليفون بتجيني حالة بتجيني حالة ايوه يا زينب، ايوه يا زينب، معلش انا بركز في الكلام، معلش مش عارف الكلام راح مني فيه فجأة مني ليه، معلش يا زينب. ايوه يا ستي، عارف ان انا قلت لك اول ما بكلمك وبسمع صوتك بتجيني حالة يا رب. افندم. مين ده؟ زبون؟ انت مالك انت زبون ولا مش زبون؟ ده رون استاذي في المعهد. رون زيز حسن ذا موفي دايركتور. اي تولد يو اباوت يو ريمبر؟ ذا وان فروم ذا سباجيتي باي. قلت له ايه بالظبط عليا؟ اعدي. بكيت فالح تلاقيك خوتها بحكايه الفيلم، فرطت منك يا مان. بص يا حسن، انا عايز اقول لك على حاجه. انا حاسس ان انت طيب وانا استريحت لك يا اخي، وعايز افتح معاك في الكلام، بس خايف كل ما اقول لك على حاجه تروح البيت تكتبها. فلو عايزنا بقى نبقى اصحاب وحبايب شل من موضوع الفيلم بتاعك يا عم. بلاسينا بلا وجع دماغ. احنا لسه هنتمشى كتير يا بيسو. شويه كده ليه؟
بس انا عندي فلات فود. شد حيلك يا خالد. انت بتحب الموزز قوي صح؟ هما اللي جايبينك ورا. تقريبا. ما قلتليش عرفت ازاي ان انا بحب السينما؟ عشان الموزز. انا بحب الموزز بس كمان بحب الحلم اللي في السينما. وقال الحلم ده مش ممكن يبقى موزة. ممكن. البطل في الفيلم كانت فيرجن؟ سؤالك غريب قوي. انا اعرف منين؟ يعني انت ممكن تتجوز واحده ما تكونش فيرجن؟ حتى لو كانت اجنبيه؟ مفرقش. انما انت بتسال ليه؟ فانا كنت اعرف بنت فرنساويه بعتت لي جواب من شهر كل فيه انها خلفت بنت وبيت أب. هي قالت لك انها حامل؟ لا ما قالتليش. انت كداب يا لب. انت قلت ياما انك خايف لتكون حامل. انا ما قلتش كده. انا قلت انها بطلت تاخد الحبوب. هي بنت شبهك؟ ده لو كانت شبهك تبقى مصيبه. عرفني اذا كانت شبهي ولا لا، كل العيال شبه بعض. بص يا بنز، انا هقول لك على حاجه. لو ما كانتش عيلتك من الاول تبقى مش غلطان. يعني ايه بقى؟ وايه اللي يعني ايه بقى؟ انت متخيل لو لقيت نفسك متدبس في عيل وفجاه لقيت نفسك اب، دي تبقى حاجه سهله؟ دي مصيبه. بالعكس. انا متهيألي ده ممكن يغير فيها حاجات كتير. مساء الفل يا خلود. انت بتحبها؟ مش عارف. وبعدين هي نامت معايا بسهولة. مش يمكن عملتها مع واحد تاني وعايزة تدبسني؟ انا بتحبني يا حسن، بس تفتكر اعمل ايه؟ I
Mr. Syed Abu Zayd? Is this your handwriting? Yes. Well, I must say I can't read a word of it. Thank you. Mr. Syed, do you have a job? No, I am free. Free? Yes. Who's going to finance your trip? Do you have any money? No. Do you have any relatives in England? Well, you don't have a job, you don't have money, you have no relatives in England. How do you plan to go to England then? I am not going to England. You are not going to England. May I ask, what are you doing here? I want to go to America. Mr. Syed, I think you're making a bit of a mistake here. As you may know, this is the British Embassy, and you're sitting right in front of an official employee. Are you aware of that? My friend Ahmed advised me to go to America. I should take England visa. England visa? Yes, and Holland visa. I see. So your plan is to get the British and the Dutch visa in order to go to America? Hollywood. Hollywood? Hollywood. Mr. Syed, I'm not sure you are fully aware of what you're saying, you know. Don't worry. I am not worried. You're not making sense, you know. What you've been saying is very insulting, both to myself and to the embassy. I've been working here for over 10 years, and never ever have I come across somebody like you. You're quite mad. I own the visa. You will. You will get a very special visa, Mr. Syed. I can promise you that. Thank you. نقول مبروك. هوليوود. اكشن. كابر يا كابر، لو تبطلي طلق يا مرات عمي. حاضر، هطش الملوخيه وجايه. حد يفتح الباب يا اولاد. ما تفتحي الباب يا بنت يا سكر. وانا مال، انا بحضر السفر. بالله تتقرصي في معميعك. ومال، بس مش هفتح. انت يا كابر يا كابر. حاضر. ايه ده، انت عامله ملوخيه؟ اه. ريحتها حلوه؟ ما بحبهاش، بتخلي ريحه بقي توم. امال يا اختي ده عز. هاي حبيبتي. هاي يا مامي. هاي يا كابر، الاكل جهز؟ عمك زمان على وصول. جهز يا مرات عمي. طب ادي كيس المكوى للسكر. لا، المكوى دي من تخصصي، محدش يقرب لها غيري. ولا يا سيد، بنت كاسر جاي علينا. يا ريت تبلغ فراد. كيف في ايه يا ولد؟ طب يلا يلا يلا. ازيك يا مدعم؟ فل. مش شفتك؟ لازم ابقى عزيره حضرتك. انت هتعملهم عليا يا فورياجي؟ ايه المكوى يا شبه وشك دي؟ الحكايه مش حكايه مكوى، انت اللي معرضه عليا المشوار وبتبخ في وشي هاج وفراق. هو انا ببخ كده لله في لله؟ ما هو من عمايلك السودا بانا يا ولا. كل ما فوت عليك الاقيك نازل ديدي دراجي ديدي دراجي مع البنت اللي اسمها كابر. كابر؟ اه كابر. اياك تنكر. عايز تقولي انك مش بتلغيها؟ يا بنت الغيها ده ايه؟ انت ما تعرفيش كابر دي تطلع مين. تطلع مين يعني؟ تكونش مين يعني؟ يسرى؟ يا بنت دي تبقى بنت اخو سياده المستشار. عارفه يعني ايه مستشار؟ لا مش عارفه يعني ايه مستشار. اللي هو بيستشير الناس ده كل يوم حتى. النبي ايه يا اخو؟ بنت مش عاجبني فيها حاجه، خلينا في اللي احنا فيه. اوعى كده شويه هوا. ايه بس ده حتى بنت دوشه قوي قوي. اه قوي قوي. ولاد قوي قوي. صباحو حلو. مشغولة. راح فين؟
اوعى كده سيبه. اوعى كده سيبه. ازيك تستهني؟ ازيك يا راجل يا بركة. امسك دي العادية بتاعتك. كل سنة وحضرتك طيبة. لو عوزت اي حاجة تعلاني انا هنا فوق. حاضر يا فندم، ربنا يسهل لك يا رب. ما هو مسهلها لي يا حاج، انا عايزاها تتكلكع شوية، فاهم؟ فاهم يا فندم. السلام عليكم. مع السلامة يا فندم. يلا ربنا يسهل لك ويكلكعها لك يا قادر يا كريم. طب سيجارة؟ لا انا مبطل. ما البنت كويسة يا كريم بس طوبة ما فيهاش روح. هتجهز لي بايه؟ بالشط الواسع يا انتاج. انا جاهزة يا استاذ. ايه ده؟ هو ده اللي انا طلبته؟ ما هو انا طالب ايه في الاوردر يا عمرو؟ طالب عربيتين جولف وثمانية موتوسيكلات واربعة بيتش باجي. اللي انا طلبته ما جاش ليه يا بيري؟ ما هو لما عرفت اتصرف غير في دول امبارح كلمتك على الموبايل لقيته مقفول. ساسو قالت لي. ساسو؟ اه قالت لي ماشي الاوردر على كده. تاخدي اوامر من ساسو؟ حلو قوي. مادام ساسو بقت تدي اوامر لمديرة الانتاج وبتتاخد الاوردر بتاعي تبقى تيجي هي تخرج بدالي. فركش. انا اخرج على نت. والله فكره روشه. نسيها باري. يس. ايه رايك يا رهيب؟ ليه لا، اهي شغلانه بتشهر برضو. بس في حاجه واحده ناقصاكي. ما بفهمش في الاخراج صح ولا في اي حاجه. اول مره في حياتي فركش وانتي السبب. ده خراب بيوت. لو فاكره انك بتحمي في ابوكي، ابوكي هو اللي هيكوع تمن اليوم ده. ده انا كنت بوفر لك في الميزانيه. بتوفري ملاليم وتخسرين عمره بيجيبوا ملايين وتقولي اني دارس اقتصاد. ولا انت صدقت اليافطه دي؟ تصدق صح، انا طلعت غبيه قوي. سوري. سوري يا شيخ. عايز ايه؟ اتعلم. ما تروح اشتغلي في البورصه مع ابوك. ما بحبش البورصه، بقيت احب الاعلانات قوي وعاوز اتعلم. بتتكلمي في ايه؟ انت عشان تتعلمي لازم تشتغلي بجد. هتمرني زي اي حد مبتدئ وعايز يتعلم الشغلانه. هتيجي في مواعيد الموظفين، مش هتمشي غير باذن مني. تقدري؟ اقدر. هتعمل ايه بالليل؟ تبطلي لعب جيمز على الكمبيوتر، ولو غلطتي اي غلطه في الشغل هتهزقي زيك زي اي حد بيغلط. يا ربي تحفه، يا ربي تحفه. والكائن ده ما يجيش معاكي تاني خالص. مش عايزاه. احسن. تستاهلي. انت يا بنت عبيطه تروحي تحبي لي مكواجي؟ ماله المكواجي؟ مش بني ادم ده اتخانق عشاني. وهو في واحده تحب واحد عشان يتخانق عشانها؟ هو اتخانق وبس. ده كان هيموت فيها اضطحن. طب انت ناسي لما قعدت في الجبس شهرين؟ تقدري انت تقعدي في الجبس شهرين عشان خاطري؟ ولا ثلاث دقايق. شفتي؟ يعني ضحى عشاني، يبقى لي الحق احبه ولا لا؟ ردي. اللي يضحك في الموضوع انك مش في دماغه خالص. اعمل ايه بس يا ربي علشان المعفن ده يحس بيا ويعبرني؟ هو الجربان ده يطول؟ ده انا تحفه. كنس ومسح وغسيل وعيله، غيرش بس هي المكوى اللي معرفش اعملها وهو هيقوم بيها. يعني هنكمل بعض. انت يا بنتي مش هتبطلي هبل؟ ده لو ابويا وابوك عارفوا هتبقى كارثه. ابويا ولا سأل فيا، كفايه عليه مراته وعياله. سيبك انت منهم بس وشغلي مخك. صعب، انت عارفه ان مخي ده ما بيخلينيش افكر. انا بقى هفضل وراكي لغايه ما اخليه يفكر. بس لازم تنسي سيد بخه ده، انت فاهمه؟ مش متهيألي. بس اصل لما بخلص الفرجه على المسلسلات ما بلاقيش حاجه تانيه اعملها غير ان اقعد بقى وافكر فيه. الا بقى لو في فيلم حلو في السهره. ساعتها ما عبرش اهله الصراحه يعني. وبعدين يعني انا شفت حد غيره وقلت لا. خلاص هخرجك معايا. بجد؟ بس توعديني انك تنسي سيد بخ. خلينا في الخروجه، انا مش مصدقه اساسا ان جه اليوم اللي هخرج فيه انا واصحابك السيع دول. يا لهوي. شفتي بقى ان ما ينفعنيش غير سيد؟ كابر انتي لازم تتصور. اتفور؟ اتفور ده ايه؟ لا ولا يمكن اتفور. بتبطل بقى وجعت دماغي، انت هبل ولا ايه؟
ساعة ما اشتغلت معاك وانت مربطاني، بشتغلك سكرتير ونانا ودكتور نفساني وسواء ومربطون وخليت سنان وبودي جارد، استحمل كل ملاويكي. لا عشان بحبك بجد، حاسس ان انت مسؤولة مني، ده انا بنتي بقعد معاك اكتر من ابوك وامك، وفي الاخر اطرد قدامك وانت تسكتي. اخس اخس حرام. خلاص بقى فوتها لي، انت بتفوت لي كتير. بس لما سي كريم شلش بتاعك ده يطرد ما تتزنن بقى، ما انت عارف اللي فيها. انسي، انت مش في دماغه خالص، عشان كده بقى هموت عليه. ما زنقتش على سي كريم ده يعني؟ لا زنقت، بحبه. تخيل بقى هو ده الراجل اللي اتخلق عشاني، فاهم يعني ايه؟ لا مش فاهم، تخيلي بقى. ايه دي عشان خاطرك؟ مفيش داعي العصبيه بتاعتك دي. فعلا انا متعصبه قوي، ما تطلع تجيب لي مهدئ. لا بلاش المهدئ، بتقوم الصبح مجنونه. طب اعمل ايه؟ بصي احسن حاجه جه معاد الدكتور النفساني. اتفضلي. اوكي. جاهزه؟ قولي لي يا اساسو، ليه كريم شلش بالذات؟ بيعملني حلو قوي يا دكتور. فشاره، ده بيسحلك. يعني بيعاملني صح، انا ما ينفعش معايا غير كده. تفتكر ال 13000 خطوبه اللي اتخطبتهم اتفسخوا ليه؟ عشان ما بتقصيش ضوافرك. حمار، عشان بيعملوني غلط. اوكي اوكي، ريلاكس ريلاكس. حاضر يا حبيبتي، لطف فيها حياتي، بحبك يا بيبي. غلط، انا ما ينفعش معايا كده، انا لازم اتسك اخد على دماغي. وكريم بيعمل معايا كده، ده ناس تديني بروسيه. واو يجنن يا بنتي. مرضك ده ملوش علاج، انت عندك 50 عقده في الثانيه. اتهبب، خلينا اكمل. اوكي اوكي جو اهد. ده غير بقى المشارس، وايلد، صحراوي، بوهيمي، غاباتي، مترب، مزز. الصراحه هو مين ده اللي مزز؟ بابي ده كريم شلش يا سعاده الباشا. اخرس انت، اختاري لك اي شركه من الشركات بتاعتي، في الميه او الورق او العقارات، طلع لها فايل باسماء الشركات بتاعتي، نقي لك منهم اي شركه. هو انا بنقي برقوق؟ انا عايز اشتغل في الاعلانات. خلاص يبقى ما تقرفيش كريم، لانه ممكن يزهق ويفض الشركه اللي بينا. ما تنسيش ان هو اللي كبر الوكاله في 5 سنين بعد ما كانت بتخسر ملايين، ما تخربهاش وتقعد على ذلها. اوكي يا بابي. غيري تسريحه شعرك دي، دي بشعه بجد؟ بصراحه اه، بالليل سرحيه ان شاء الله حتى تحرقيه، ما هو دي مش اشكال الواحد يشوفها ويتكلم معاها. يا ريت يا ابني، ابوها شريكك ومشارك في نص مشاريع البلد، انا لو منك ما فوتش ابدا بنت زي دي. حد يطول يتجوز بنت ملياردير؟ ياه، هي دماغك وصلتك لحد الجواز؟ طبعا دي فرصة، بس ده جواز مش صفقة، يعني على الأقل لازم يكون فيه مشاعر. مشاعر يا عمرو مش مشاريع، تعرف المشاعر؟ ايه ده يا ربي، انا مصاحب ملاك. اه بقولك بقى حاجة عشان ترتاح، الملايكة ما بيتجوزوش. الحمد لله ما شافتنيش. مين دي؟ نيفين صفوت. لا مش هي. لا هي والله. وبتستخبي منها ليه؟ يا ساتر، دي دمامة ودمها يلطش، دي بشعة. لو عرفتي اتجوزت مين كنت خديها بالحضن. دي تتجوز دي؟ مين الواقع اللي رضي يتجوزها؟ شريف عزمي. شريف عزمي؟ يا نهار اسود، ده قمر بقى الواد المز ده. يبص لدي، ده وهم، ده ملياردير. ازاي عرفت توقعه؟ ده حكيت ورا سنين. ولا هو معبرها؟ طبعا عنده حق. امال وقعته ازاي؟ هحكي لك، اصل انا عرفت القصه من صاحبتها الانتيم. احكي ولا حاجه؟ لا. مرسي مرسي قوي. راحت للدكتور شمردة، عارفينه؟ الدكتور
عرفتوش يا مردن العبقري الفلكي المشهور؟ افتكرته، ده اللي اعلاناته بتنزل في المجلات. هو ده عمل لها عمل ما يخرش الميه، خلى الجدع ده يحف وراها لغايه ما اتجوزته. يا بنتي الايه جدعه، يعني اخت حضرتك رجعت لها فلوسها مش قلت لك؟ سوري مش حاضر اطول معاكي، عندي ناس. اوكي alright باي. امر قول انت، مش انت بتعرف كل حاجه؟ استغفر الله، احنا اسباب، انا مجرد اداه. شكلك عندك مشاكل كتير. بالعكس انا ما عنديش غير مشكله واحده بس. اللي هي ايه؟ اتسرقت من 20 سنة، كان عندي فلوس كتير قوي، واحد صاحبي خاين خدهم وكتبيهم، دلوقتي بقى راجل مهم ومشهور ومليونير ونصاب، وانا بقى جاي اخرب بيته. اهدى اهدى خالص واطمن، فلوسك هترجع لك لحد عندك. ده انت معاك شمردل، تقدر تجيب لي حاجه من قطره؟ دكتور شمردل موجود؟ ايوه اتفضلي. ليه؟ لا انا مستعجله قوي. يبقى هتدفعي دول. طب بتاخدوا بكده الكارت؟ شو؟ طب ليه الله ادي قطره كده احلى. انت ليه قطعتها؟ انت حاجه غريبه ليه؟ مين؟ منصور الضب؟ كفار يا راجل، خرجتي ليه؟ خرجتي امتى؟ أنا الأول. ها؟ أنا ما خدتكش ما خدتكش، وهتستفيد إيه لما تقتلني؟ ما أنت هترجع السجن تاني. بس هبقى شفيت غليلي. طب بس اهدى 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 واسمعني، أنا هحكي لك. اهدى اهدى هات هات ابني. أنا رحت لمراتك 1,000,000 مرة وما لقيتهاش، كل ما اروح عليها اسحب. شوف انت مراتك بقى كانت بتروح فين؟ انا لو اعرف مكانها كنت رحت لها. عموما فلوسك موجوده وزياده شويه. نعم فلوسي موجوده وبزياده، انت بتتكلم في ايه؟ انت عاوز كام يا منصور؟ عايز كام؟ كل ده بتاعي، كل ده ملكي وبفلوسي. لا يا منصور، كل ده من هنا، من ذكائي، بمجهودي وعلمي. نعم اخويا. عايز تسمي النصب ده علم؟ شمردل بيجيب لي الرجاله اللي انا عايزاها، ده جاب لي لغايه دلوقتي نص دسته. اوه مون ديو، بس مش عارفه بيموتوا على طول. المهم ان انا دكتور وعالم، عالم في علم معترف به في كل الدنيا، اسمه علم الفلك. نصاب برضه؟ انت هتصيح عليا يا بقى؟ ده انا اللي علمتك الصياعه. انت ناسي من 20 سنة لما جيت السجن وانت مستجد وخيخه، نصاب هايف وسط قتالين قتله. فاكر الوصل ده يا شباب؟ ده الوصل اللي انت ماضي عليه انت 2 شهود. هبلغ البوليس واقول لهم كل الفلوس بتاعتك دي منين، فاهم؟ دي فلوسي انا اللي سرقتها وقعدت فيها. هبلغ الصحافه وكل ليله بقى هفرقها لك في ثانيه. بقول لك يا منصور، ما تهدى ونتفق. ايوه نتفق عليك نور، ولغايه ما نتفق بقى انا جابت لك ايه. حلو ده. هاي هاي أمينة، ازيك؟ ازيك يا عم؟ الحمد لله. ازيك؟ ازيك انتي؟ ايه الأخبار؟ زي ما انت شايفة مشغول. كلمتك كتير الفترة اللي فاتت بس ما كنتش بترد عليا، ممكن تديني فرصة اتكلم معاك؟ انت لسه شايل مني بعد كل الفترة دي، ممكن تديني فرصة تانية؟ ما حشتكش.
أمينة ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. كريم ما تحسسنيش بالذنب أكتر من كده، أنا ندمت، ده مش كفاية. لا كفاية، كفاية لحد كده. لو سمحتي أنا عندي شغل. أوكي أنا همشي، بس هستناك تسامحني. باي. ليه يا كريم؟ ما انت لسه بتحبها ورجعت لك ندمانة. يلا نشتغل. ومالك متأكدة قوي كده يعني؟ باين عليك دايسة الجنينة دي جامد يا بيت. انا امال انا يا اختي؟ ده اصحابي في المحل هم اللي بيقولوا، انا عمري ما رحتها. اصحابك في المحل على اساس اشاعة وكده يعني؟ ده انا رايحة على الوصف. يا سلام. طب ماشي يلا. وفي الجناية تحت الساقة. تحت الساقة. جرى ايه يا ولد؟ مالك بتترعش كده ليه؟ من رهبة يا اما. السجونية دي ليها رهبة كده ودهشة حضرتك. سلام عليكم. هلا شباب علي. وعلي ازيك يا باخ؟ انت عرفت المطرح؟ امال انت فكرك ايه؟ خليك زي ما انت ونبي تتحرك مع نفسك كده ولغيني فقلاطه في السمسار. يا بت ده الواد حسن ملاوينة بتاع السوبر ماركت. عارفاه شفته قبل كده. بطل بقى تبحلق في الخل وخليك في حالك. بلبل صباح ودماغ، والنبي ما تتحرك زي ما انت كده. عيش عيش. الجنينه متلغمه بالمشاعر يا حضرتك. ولا يلا يا ولا يا ولا يلا. ايه ده كده بخه؟ تعالى يهديك ربنا كده. اقعد اقعد. ايه انت هتسلم على الجنينه كلها؟ الجنينه كلها معارفك اتلم في ليلتك السودا دي. خليك معايا يا ستي. بقى معاكي. هو انا ستك وجريت؟ ايه ده؟ ايه البنطلون الكاشوال ده؟ انا كويه قبل كده. ده الواد عاطف. هلا عاطف يا نهار اسود. خالي خد ياض، ما تخافش ياض. عيش انت بالذات، عيش وما تقوليش. يخرب بيتك. خليك معايا يا ستي. معاكي. دي الجنينه كلها متورطه وشارعنا كله هنا وكله بيعيش. انت اتجننتي؟ اسيبك عند الكوافير ارجع ما الاقيكيش؟ لا وايه رجع تقولي لي خزعبلات؟ ده تخلف يا ستي. حصل خير؟ مش المهم فهمتيهم ان انا كنت عند الدكتور؟ اضطريت اكذب. لا ما هو كده ما كذبتيش، ما هو فعلا دكتور. يا سلام، يعني هيخففك. امال ديتها بس اجيب قطره. قطره؟ وقطره ده نجيبه ازاي؟ مش مشكله القطر. ازاي بقى؟ ما هو لازم حاجه يكون فيها عرق. مش ضروري، ممكن صورته دي بقى سهله قوي، لان انا عندي صور كتير ليه في البوم بابي. البوم بابك يبقى فاضي ليه؟ اسم مامته. مشكله؟ لا يا بابا لا، هي فعلا مشكله بس انت هتحلها لي. امال انا مش شغالك ليه؟ مش عشان تحل لي مشاكلي؟ تصرف صاحب البواب، تعرف على الشغالين، الجيران، عسكري المرور. ايه ده؟ هو عسكري المرور عارف اسم امه؟ تقفل الزفت ده وده. مش عارف اشتغل. ما حدش شغل تلفزيون وكاست مع بعض. امي في حاجه دي يا ابني؟ بدل ما انت رميت له ملتقح عليا، خد لك قرشين ورش في حالك وسيبني في حالي. سيبك في حالك كده من اولها. وبعدين مين فينا اللي لابس التاني؟ ها كل ده ملك، كل ده بتاعي. كل ده ملك، كل ده بتاعي. ايه السلام عليكم. يوه ما قلنا عليكم السلام. ان سيرفيس الاستاذ كريم شال الشاي. ساكن هنا؟ حاصل كويس قوي.
هم اللي فين عسكري المرور؟ مفيش عسكري مرور، لو عايز كريم بيه هو خرج. جو اوت. جو اوت كويس قوي، عارف كل اخباره. اقول لك انا السكيورتي هنا، هتحب نقول له حاجه؟ لا 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 لا، يعني انا بقول بالنسبه للست والدته مدام في مهان. ايه ده، هي شريهان تبقى والدته؟ دي صغيره عليها قوي. اسمها في مهان. مساء الخير، انا مندوب شركه اي جي اي. اي جي ايه؟ احنا عاملين مسابقه في المعلومات العامه. معلومات عامه؟ معلومات عامه، يعني هسالك سؤال لو جاوبت صح. لا يا باشا، انا ما بسدش في المشاوير بتاعت الاستفسارات والاستجوابات. سؤال واحد وسهل، عارف الجايزه كام؟ 20,000 جنيه. يا نهار ازرق، حضرتك يعني لو الواحد كسبهم دول يشيلهم فين؟ هي مشكله فعلا، بس ساعتها تتدبر. ها، جاهز للسؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز. اسم امك ايه؟ عمتي اسمها بخه. بص الواد وجعوص ازاي؟ لا حقه، ما بخه بقى. لا قولي لي يا دين، انت ليه مطوعاني كده وعماله تساعديني انت واصحابك الصيع دول؟ مش غريبه دي؟ حب استطلاع. وبعدين انت مش بنت عمي ولازم اساعدك. ليكي حق فعلا كتير. هدخل اجيب موبايلي، نسيته جوه. انتي مين؟ ساسو. وده اسمك؟ اسمي سميه بس تقيلي. ساسو ساسو. ما علينا، جبت القطر؟ لا انا جايه عشان حاجه تانيه خالص. ليه؟ هتكوني جايه تكشفي على اسنانك؟ ما اقدرش، دي زبونتي وجايه تطلب مساعدتي، وانا بعمل لله، يعني بوفق في الحلال. الحلال هو اللي انا قلته، دي بنت ساذجه مش عارفه مصلحتها، لو طوعناها على اللي في دماغها هتدمر حياتها. لو دي بنتك تقبل تجوزها واحد زي ده؟ على كل حال لو غيرت رايك واقنعتها تشيل الواد ده من دماغها ابقى كلمني، ادي تليفوناتي خليها معاك. وعلى فكره انا هدفع لك اكتر. ممكن ثلاثة مش عارف. ممكن خلاص هغير لك اللي انت عايزه. انت قلت لي ان الابلكيشن موجود. سالم دودار هيبعت مندوب عشان يستلم الشريط بتاع الاعلان الجديد. ما ادلوش حاجه، وقالوا لي سالم مش هيشوف الشرايط ولا حتى في الحلم لو ما دفعش فلوس اللي عليه كلها. اقول له كده بجد؟ كريم ما ينفعش كده، انت هتخسر سالم وده اهم عميل عندنا. ها يعني اقول له ايه يعني؟ انا فاهم شغلي كويس. اوكي اوكي حاضر حاضر. في واحد في سنك يفضل يشخبط الشخبطه دي يا ابني؟ دي مصاير ناس يا راجل. عايز تفهمني ان انت بشويه الشخبطه دي واحد زيك ممكن يتحكم في مصاير الناس؟ ده تبقى باظت. استغفر الله، انا مجرد اداه، انا مجرد اداه. حافظ انا البقين الفاشلين اللي انت بتقولهم دول، ما انا قاعد معاك بقالي كتير. قول يا دكتور. ما قلت لك خد القرشين واعمل مشروع واطلع من دماغي. انا فعلا عايز اطلع من دماغك، خلاص زهقت. مش انت واد بتعرف تسوي الهوايل وتجيب التايهه؟ ما تيجي نتراه. فاكر رهراتنا بتاع زمان ايام السجن؟ خلاص نتراه. لو انا خسرت عوضي على الله، بس لو كسبت هيبقى كل ده بتاعي. ماشي؟ ايه؟ خايف من الرهان؟ وايه بقى الرهان يا عبقري؟ انا عبقري؟ ده انت العبقر. انت مش بتعرف تعمل اعمال؟ تعال. هو ده. ايه ده؟ هو ده الرهان. اعكس. مش انت بتعرف تعمل كل حاجة وعامل شاطر قوي؟ خلي دي مع ده وده مع دي، وريني شطارتك. ها يا استاذ سالم. عاوز ايه انت؟ عاوز ايه؟ شوفوه عايز ايه ده؟ محدش كلمني خالص. خير يا سالم بيه؟ مالك؟ اهدى، مزعل نفسك ليه؟ ليه الرسالة الخايبة اللي انت كرمت وبعتها لي دي؟
احنا هنقضيها رسائل مع بعضينا ولا ايه؟ ونبطل شغل بقى. اهلا 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 سالم بيه. يعني انا لازم اجي بنفسي اخد الشرايط ولا ايه؟ مش فاهم انا. وبعدين ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ فلوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ انت مش عارف ان انا واخد ميعاد عرض في التلفزيون؟ المره اللي فاتت انا بعت لك الشرايط على مسؤوليتي، المره دي انا اسف جدا. معايا شركة والفلوس دي بنتحاسب عليها. الله 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 الله، ده كلام جديد بسمعه بقى. انت بتتحداني كده؟ واتحداك ليه بس يا سالم بيه وانت من اهم عملائنا؟ لكن مش بايدي اخدمك المره دي كده. طيب احنا هنقضيها لعب مع بعضينا بقى. ماشي العب يا كريم يا شلش. كده يا كريم انت هتخسر حملة الاعلانات الجديدة. ما انا مش هكسب منها بالطريقة دي. هو هيدفع يعني هيدفع، هو مضطر. مش شرط، ما انت عارف سالم ممكن ينزل باعلاناته القديمة وساعتها بقى هتبقى خسرت عميل مهم. مهم ازاي هو نصب علينا؟ وانت خس عليك ايه؟ ما انت بتقبض كل شهر. اخواني رجال الاعمال المحترمين، انا اشكركم لقبول دعوتي لحضور حفل عيد ميلاد بنتي الأمورة منار. ودلوقتي نبدا لك. البنك هيخلص. هو ساعتها هتشوف منار هتعمل معاك ايه. والله عملت لي ايه ارض المعادي؟ خلاص يا بستان بيه، اليوم فتكتبت وكل شيء تمام. انا عايز اخلص من الموضوع ده بسرعه عشان كمان اخلص لك موضوع منار. انا منتظر على منار. اعتبر الطبخة استوت. اتفضل. سبع ولا بابا؟ لا سبع طبعا. صحتك. بس دقيقة واحدة أشوف الأنسة منار وارجع لك تاني. براحتك حبيبي. ميرسي يا عمي. عملت ده. لا ده ما جابش. لا تحت. إيه الجمال ده كله؟ لا ده أنت تصدقي، تصدقي ونص. حتى تعالي نسأل الناس. يا مجنون تعالي، مش عايزين حد يشوف. انت عملت ايه في الموضوع بتاع بابي؟ كله تمام، انا خلصت كل حاجة يا منار، بس الدور عليك انت بقى. طب اقعد جنبي بقى ابراهيم. انا عمري ما هنسى
انسى الوقفه اللي قلتها مع بابي في الوقت اللي كل اصحابه سابوه مع اني خير عليهم كله. اخسى عليك يا منار، واحنا مش هنبقى اهل؟ احنا اكتر من اهل يا حبيبي. انتوا قاعدين هنا يا طايط وانا بدور عليكو. عمي يا خايف. اهلا يا عمي. ما قلتليش عملت لي ايه؟ لا كله تمام يا عمي، كله تمام الحمد لله. وجاب لك الشنطه. طب انا هروق لك الجو واطلع لك فوق. روق براحتك يا عمي. اخواني رجال الاعمال، كل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه ان شاء الله نشوفكم. مع السلامه. انا اسف وشرف. مع السلامة. تنسوش السنة الجاية إن شاء الله. مع السلامة. كنت طيب يا ماما. باي باي. أم بقى السنة الجاية أنت بكرة. لا مش هنسى. باي باي. أهلا 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 بالعرس الحلوين المعطاطين. أهلا يا هلا. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. ما قلتليش إيه الأخبار؟ لا كله تمام يا عمي. الفلوس في العربية. العربية؟ أيوة. حد يا راجل يحط 6 مليون في العربية؟ لا دول. شو قلت لك يا بابي؟ إبراهيم ابن حلال وطيب وينفذ اللي أقول له عليه. ميرسي قوي يا هو ابن حلال بعقل ده جدع كمان. وبعدين دي مش غريبة عليه، ده هيبقى جوز بنتي. أهلا يا حبيبي. بس من فضلك يا عمي، أرجوك يعني ترد المبلغ بسرعة علشان أنت عارف إن ممكن في أي وقت. إيه ده يا ابني؟ انت بتشك فيا يا ابراهيم؟ خلاص خلي فلوسك في العربيه ويا رب تتسرق. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابي؟ انت ناسي ان ابراهيم هيبقى جوزي؟ يا ريت يا عمي. هو انا اطول انك تبقى حمايه؟ تقولش كده يا ابراهيم، ده انت زي ابني بالظبط. عشان كده انا صارحتك بالازمه الماليه اللي احنا فيها. ربنا يخليك لي يا عمي. بس انت هنكتب الكتاب كده ونعلي الجواب ونلم الشمس. اه يا شاي، يبقى بقى انت تقصد كتب الكتاب مش حكاية البنك. ايه رأيكم لسه سهرة حلوة المناسبة السعيدة دي؟ زي ما تشوف، يلا بينا. اتفضل. اتفضل يا عمي زي ما تشوف يعني. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. اتفضل. يلا يا قط. زي كل مرة، هي دي أول مرة نلعب اللعبة دي. من بكرة الصبح هنركب أول طيارة ونروح على أي بلد. يوووو ده وقته. ألو 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 معرفش، واحد رفع السماعه وما بيردش. مع السلامه. تلاقي ابراهيم اصله ما يقدرش ينام من غير ما يسمع صوتي. انا كمان اموت في صوتك قوي قوي. Thank you.
وبعدين معاك يا منار بقى، مش معقول كده، سيبيني انام. الله يو اصحى يا ادم. ايه ولا كلمه؟ مين سيادتك؟ هفرق فيكم مسدس. مش عارفني ولا ايه؟ لا ما تشرفتش بمعرفتك. مين حضرتك؟ معقولة نسيتني؟ انا الماضي بتاعك يا ادهم بيه، ولا انت مغير اسمك اللي يندي؟ انا اسمي بسام يا ابني. بسام؟ ايوه حتى اسألك مش اسمي بسام بنتي برضو؟ لسه بتقول بنتك؟ انت لسه مش عارفني؟ انا نسيتك يا ابني. انا صفوة اسماعيل محمد. صفوة اللي تسببت في دخول السجن 7 سنين، اللي خدعت وضحكت عليه. افتكرتني دلوقتي؟ حقك على يا غبي، حقك على. انا عايز فلوسي. فلوس ايه؟ فلوسي. الفلوس ما انا صرفتها ابني خلاص. انا مش قصدي على الفلوس بتاعتي. امال على ايه؟ انا قصدي على الفلوس اللي واخدها من الاستاذ ابراهيم دلوقتي، اللي دخل بالشنطه وخرج من غيرها، اللي بيحب العالم اللي فاكرها بنتك. ابراهيم؟ يا ترى اسمك ايه النهارده؟ ابني فين الفلوس؟ نفس العنوان يا ابني. انا في فلوس ايه بس؟ ومات الفلوس. هو مات الفلوس. طب ثانية واحدة هجيبها لك. ايه في الدولاب؟ اوعى تعمل حاجة كده ولا كده. لا انا هجيبها لك، اصل في درج مسحور في الدولاب. قومي. لازم اقتلك، انا قلت لك لازم اقتلك زي ما قتلت. لازم اقتلك. ليه تحبت عليا؟ ليه خدعتيني؟ كنت قلتي لي سامع، كنت سامع. دلوقتي مش هسامع، مش هسامع. انت هتشتغل هنا؟ ايوه. مين؟ اكتب. ناو في يوم 5 مارس سنة 1986 وبمعرفتنا نحن رئيس نيابة الجيزة وبناء على الطلب رقم 574 المقدم من اسم اول الجيزة بخصوص التبليغ عن حادث القتل بالمسكن رقم 24 شارع الربيع الجيزي، قمنا بتوجيه الأسئلة الآتية لأحد العاملين بالمنزل. اسمك وسنك؟ مسعد سعيد يا بيه. مسعد سعيد. سني 60 سنة. 60 سنة. تعرف ايه عن الحادث يا عم موسى؟ معرفش حاجة يا بيه، أنا داخل من باب الفيلا لقيتهم مقتولين. وإيه اللي عرفك إنهم مقتولين؟ الدم كان بيخر من دماغه، والست الهالم كان سايحة بدمها. كنت قعدت أهزتهم لكن محدش رد عليا. في حد تاني بيشتغل معاك هنا يا موسى؟ ايوه بيه، الطباخه ودي بتروح الساعه 9، والبواب ده موجود في اوضته بره. وانت اوضتك فين؟ تحت السلم يا بيه. تحت السلم. طبعا موسى، مين من الناس المترددين اللي بيجوا باستمرار يزوروا الجماعه هنا في البيت؟ ناس كتير يا بيه. زي مين يعني؟ الاستاذ ابراهيم خطيب منار هاني. مين الاستاذ ابراهيم ده؟ ده قلت لك يا بيه، خطيب منار هاني. قصدي يعني بيشتغل ايه؟ في بنك يا بيه. في بنك. طيب يا عم موسى، انت ما عندكش حاجه تانيه عايز تقولها لي؟ لا يا بيه. متاكد؟ ايوه يا بيه. طيب يا عم موسى، روح انت وابعت لي البواب. حاضر يا بيه. ها ايه اخبار المعلم؟ واضح ان المجرم على صله بالقتيل. قصدك ان القاتل كان على معرفه جيده بالقتيل؟ الظاهر كده يا فندم.
اكتب. بعد اجراء المعاينه اللازمه قررنا استدعاء بواب العماره لتوجيه بعض الاسئله. اتفضل انت. اسمك ايه؟ عبد الموجود جودة. شال ايه؟ بواب. عندك كم سنة؟ ما تخبرش يا بيه. حوالي 55 سنة. انت بقالك قد ايه بتشتغل عند بسام؟ 5 شهور يا بيه. تعرف يعني؟ ما تخبرش يا بيه. كل اللي اعرفه انه راجل بشتغل عنده ومبسوط وايده طيلة. يعني ايه ايده طيلة؟ يعني يعرف ناس كتير قوي يا بيه. اه. وانت تعرف ايه عن الحادث؟ معرفش يا بيه. كل اللي اعرفه انه صحيت من النوم على صريخ مصعب بقول البيه والهانم ماتوا. بعد الحفلة ما شفتش اي حد غريب في جنينة؟ بصراحة يا بيه مش فاكر. اصل الدنيا ليل. وكان في ناس كتير قوي وانا ما اشوفش بالليل يا بيه. طب انت ما شفتش اي حاجه او حسيت باي دوشه في الجنينه بعد الحفله ما خلصت؟ لا يا بيه. بس في حاجه عاوز اقولها لسعادتك. من حوالي اسبوع جه واحد قعد جنب مني وقال لي دي فيلا ادهم بيه الدناري. قلت له لا دي فيلا بسام بيه. شكله ايه الراجل ده؟ تقدر توصفه؟ ما خبرش يا بيه. اه. عندك حاجه تانيه عايز تقولها؟ لا يا بيه. طيب امضي اذا كنت بتعرف بتمضي ولا اختي. ابصم يا بيه. بصم. قررنا نحن رئيس نيابة الجيزة استدعاء الشاهد الساعة 12:00 ظهرا على ان تقوم النيابة باستدعاء باقي الشهود الساعة 10:00 صباحا لاستكمال التحقيق. وقد اقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه. ده بيوصل ساعة كام؟ يعني في حدود 2:00 2:15. اه. طب متشكر. لا. ازاي تقولي كده؟ هو انا غريب عنكم؟ ولا انت لسه حاسه اني غريب؟ بالعكس يا صفوت، انت عز الناس عند بابا، وانت عارف كده كويس قوي. سلام. عند بابا بس؟ وعندي انا كمان. الناس يلا. اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي؟ اهلا وسهلا.
عالم ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انا هقول لك على كل حاجه دلوقتي. تقول ايه؟ شفت كل حاجه؟ شفت وسمعت كل حاجه؟ ايه ده بس وانا هفهمك الحقيقه؟ ده ايه؟ هو تخيلت كده؟ في واحد مع بنته في السرير. لا دي مش بنتي، دي بنت واحد صاحبي. مش مصدق نفسي. انا هفهمك كل حاجه يا صفصف. هدى دي انا اللي مربيها وعمري ما لمستها غير النهارده بشرفي. شرفك؟ لا صادق، بس كنت احلف بحاجه رخيصه شويه، بس لشرفك ده غالي قوي. اسمع بقى، انا طولت بالي عليك، اي كلمه تاني حاطها لسانك. لازم تعرف بقى محترم ان هدى دي مراتي. مراتك؟ ايوه مراتي شرعا وقانونا. وبعدين احنا مش محتاجين لمساعدتك بقى خلاص، ومش عاوز اشوف وشك هنا تاني. يلا اطلع بره، والا هجيب لك الامن يطلعك بالقوه ويعمل لك فضيحه. هاجي بقى لنفسك، ضيعت مستقبل انا وقت ما اقتلك. اطلع بره، اطلع بره، والا هجيب لك البوليس. يلا بره. شو قليل الادب. بقول لك ايه، لم هدومك وروح اوتيل تاني. يلا بسرعه. نروح فين؟ زمان بلغ عنا. بلغ عن مين؟ عن ادهم الدناري وهدى. يبقى يقابلني لما يلاقيهم. يلا حبيبتي يلا. هي دي من الحكايه؟ ايوه يا فندم. محمود خد الاسامي دي وعينهم، ولازم يكون عندي بكره الصبح. انت قلت ان اشواقك اسمهم ادهم الدناري وبنت هدى. ايوه فندم، بس التحريات اثبتت ان مفيش حد بالاسم ده. صحيح ان اسمه مكتوب بدفتر النزلاء بالفندق، بس مفيش حد بالاسم ده. ايه رايك؟ ايه بقى؟ اكيد كان اسمه مزور. يعني ايه اسمه مزور؟ ليه ما تكونش انت وهو متفقين مع بعض؟ متفقين ازاي بس يا فندم؟ وانا جاي ابلغ عن نفسي. بلغت عن نفسك لانك حسيت انك هتنكشف. يا فندم والله العظيم انا خدعت فيه. انا صحيح بدلت الاسهم الشركه، لكن ما كنتش شريك معاه. هو كان فاهمني انه هيسدد الفلوس في اقرب وقت. وطبعا هرب بالفلوس كلها. لا معايا 100,000 جنيه منها. هو ده اللي فضل معاك؟ ايوه يا فندم. في حاجه تانية عايز تقولها؟ ايوه يا فندم، عايز اقول اني بريء واني ما كنتش شريكه. ازيك يا صفوتي؟ انت جاي ليه يا ابو حاتم؟ مش عايز حد يدافع عني. صفوت، انا قريت الحادثه في الجورنال وعشان كده جيت لك. لازم اعرف كل حاجه يا صفوت عشان اساعدك، عشان اقدر ادافع عنك. ما عنديش حاجه اقولها لك صفوت. انت موقفك حرج جدا في القضيه، لازم تساعدني. ممكن يحكموا عليك بخمس سنين، عشرة. ساعدني على الأقل ياخد حكم مخفف. لازم تساعدني يا صفوة. لازم تساعدني أنت. لازم أعرف مكانهم. عشان لازم أديلهم. فاكرهم موجودين؟ وزيهم اختفوا. هربوا. للحكومة نفسها ما تعرفش عنهم أي حاجة. حتى لو بعد 10 سنين. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم صفوة اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. انا بريء بريء بريء. متأسف، حصل مني حاجة؟ لا ابدا ما حصلش حاجة. واحنا فين دلوقتي؟ اظن في طنطا. طنطا؟ ما عرفتكيش بنفسي. المحاسب صفوت اسماعيل محمد، بكالوريوس تجاره، وكنت مهاجر بره. اه فين؟ بقالي 7 سنين في كندا. وحضرتك لابسه اسود ليه؟ اصل
بابا توفى في مصر. متأسف. باقي حياتك. حياتك الباقي. اسم حضرتك ايه؟ لو ما كانش حد جاي لك تسمحي لي اوصلك؟ لا معلش خايفه اعطلك. لا ما فيش عطل ولا حاجه. هو طريق حضرتك فين؟ الابراهيميه. الابراهيميه دي نفس سكتي. بس بس وارجو ان انا ما كنتش ازعجتك. لا ابدا ما فيش اي ازعاج. مع السلامه. باي باي. باي مشكرة. منى يا حبيبتي يا منى الباقي في حياتك. عمرك الباقي. اكتشفت انك اتقتلت هتصرف معاهم وهنتقم منهم. بس يا سامي انا ما بعرفش اكره حد. انا ما بحقدش على حد. Thank you.
تولعني. مش معايا يا كبريت. ده انت باين عليك بخل قوي. كل ده بخل. حاجة يا استاذ؟ لا مفيش. تسمح تقف؟ دليل الفراغ في وقت زي ايه؟ ابدا يا شويش، حسيت بخنقه في البيت، قلت اطلع اشم شويه هوا. هاتي شم هوا في ساعه زي دي. مزاجات بقى يا شويش. طب اتفضل شم الهوا في بيتك عشان خليك تشمه في التخشيب. لا 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 لا، في بيتنا احسن طبعا. طب اتفضل. السلام عليكم. سلام. ريم عبد الفتاح موجود بره يا فندم. خليه يدخل. اتفضل. اتفضل يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، مسعد بيقول انه شافك يوم الحادث داخل عند الاستاذ بسام، دخلت اوضه المكتب وبعد كده خرجته وكان معاك شنطه. تقدر تقول لي ايه علاقتك بالاستاذ بسام؟ انا كنت خاطب بنت المرحوم بسام، وكنا هنكتب الكتاب في اقرب فرصه لولا الحادث اللي حصل. انت بتشتغل في بنك مش كده؟ ايوه يا فندم. طيب وايه علاقتك بالظبط بالمرحوم بسام؟ ما انا قلت لحضرتك اني كنت خاطب بنته. لا يعني مش قصدي، قصدي انت اتعرفت بيه ازاي يعني، او انتوا الاثنين اتعرفتوا بعض ازاي؟ انا كنت بصيف في اسكندريه، وهناك اتعرفت على المرحومة منار، وقدمت لي بسام بيه على انه ابوها، وبعد كده خرجنا اكتر من مرة، وكان دايما بيكون معانا، وبعد فترة تقدمت لخطبتها وافق، وبعد كده طلب مني نقدم له على السلفة من البنك. خد كام سلفة من البنك؟ مش سلفة، لا ده كان قرض 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه؟ وعملت ايه؟ طبعا في الاول انا كنت رافض، لكن هو اقنعني انه مشروع. مشروع ايه؟ مشروع اسكان. رحت انا وهو ومنار علشان نشوف الارض. وايه اللي عرفك ان الارض دي ملكه؟ كان عليها يافطه كبيره، يافطه باسمه. يافطه باسمه. وبعدين؟ وبعدين اقترح عليا اني اكون شريك معاه في المشروع، انا بالمجهود وهو براس المال. وعشان كده عشان كده قال لي اجيب له قرض من البنك. وطبعا البنك بعتك للتعيين بصفتك خبير. ايوه بصراحه ما كانش فيه اي داعي اني اشك فيه. يعني بالشكل ده استغليت سلطتك. انا كنت ماشي قانوني. ازاي قانوني يا استاذ وانت ما تعرفش الارض دي ارض مين؟ طب وازاي كنت اعرف؟ اذا كنت كل ما امشي في اي مكان كانت كل الناس بتعرفني، لدرجة ان انا لما رفضت اديله القرض مدير البنك كلمني تاني يوم في التليفون، كان متضايق جدا ان انا رفضت طلبه، وانه اتصل بيه وان البنك موافق على كل شيء، وطلب مني اني اعمل الشكل الروتيني وانا وافقت. طب اعرف منين ان هو نصاب؟ وانت ايه اللي عرفك انه نصاب؟ من الجرايد. الجرايد ما قالتش انه نصاب. استرايح. استاذ ابراهيم، تقدر تقول لي انت ليه ما بلغتش المده دي كلها؟ وايه سبب اختفائك؟ ابدا، هو كل ما في الموضوع اني ما فيش اي حد استدعاني. طبعا، لاننا ما كناش نعرفك. استاذ ابراهيم، تقدر تقول لي انت كنت فين يوم الحادث؟ كنت نايم في البيت. تحرياتنا اثبتت انك ما كنتش في البيت. امال كنت فين يعني؟ هو ده بقى اللي عايز اعرفه منك دلوقتي. أنا هقول لك على كل حاجة. يعني لسه في عندك حاجات عايز تقولها؟ أيوة. اتفضل. أيوة بس أنا ما قتلتوش، والله العظيم ما قتلته.